أهلا بكم، وللحديث عن الفريق معنا على الهاتف الأستاذة صفية أحمد، عضو فريق همسة مجدويات. حياك الله يا صفية. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام يا مرحبا صفية، كيف حالك؟ الحمد لله بخير. صفية، حدثينا عن الفريق، مع احنا شفنا طبعا عن الفريق أشياء كثيرة، لكن ما شاء الله الفريق يعني نبغاك تحدثينا عنه، بعد كده حنسأل كيف اجتمعتوا من خمس دول ما شاء الله. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بنشكركم على إتاحة الفرصة للفريق بالمداخلة دي. إحنا فريق همسة مجدويات، شعاره المجد همسنا وبالمجد ارتقينا وتحت ظلال المجد تربينا. الفريق ده بيضم 15 عضو انتسبوا للمجد تحت قيادة الأستاذة ديانا شوتر، وطبعا عضوات الفريق مجتمعين من أكتر من دولة زي مصر والأردن والسعودية والجزائر. يا سلام، جميل. طبعا انتم ما شاء الله صفية اجتمعتوا من خمس دول، كيف صار الاجتماع؟ انتم في جروب معين او من هاشتاقات الموجوده في المجد، او اعطينا كيف التقيتوا كده من خمس دول واجتمعتوا وهدفكم واحد وهو خدمه الشبكه؟ الحمد لله احنا اخوات في الله، حبنا وزخفنا لشبكه المجد جمعنا، ومش بتفرقنا اي مسافات او دول، ورغم المسافات دي الا ان قلوبنا مع بعض وايدينا في ايد بعض. جميل، ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله. طبعا أنا سعيد جدا أختي صفية، أكيد تعرفي ليش، لأن أنا سمعت لهجة مصرية فطبعا إضافة إلى انتمائي لمصر، كذلك أنا حاب جدا فكرة أنه العالمية اللي موجودة في هذه الشبكة. أنت الآن ضمن واحد من مجموعات الصديقة لشبكة المجد. أنا بسألك سؤال ممكن يكون محرج شوية، أنتم اسمكم همسة مجدويات، أنت عارفة الفرق الأخرى؟ أنا سمعت همسة مجدويات وسمعت أسماء فرق أخرى، تعرفي مجموعة من الفرق الأخرى الشبيهة بكم؟ زي همة مجدويات. أيوة. وسمو مجدويات وسمو المجد التطوعي وبنات المجد. ما شاء الله، فرق كتير ما شاء الله. في بينكم أي نوع من التعاون، ولا عندكم منافسة، أو عندكم غيرة، أو عندكم حروب؟ وش عندكم يعني فيما بينكم؟ لا طبعا كل الفرق ما بينها تعاون، يعني الفرق كل فرق بتبقى عليها مشرفة، بس يعني وليها أهداف طبعا، بس بين كل الفرق بيبقى في تعاون أكيد. ما شاء الله. طيب يعني أنتم الآن كفرق ماذا تقدمون لي يعني لما تجتمعوا؟ هل تساهموا بشيء في محتوى الشبكة؟ هل تساهموا بأي هدف لشبكة المجد؟ هل شبكة المجد تعطيكم مقابل تجاه هذا، ولا عملكم يكون متطوع بحت يعني؟ لا احنا عملنا متطوع، وبندعم المجد لو كلنا متعاونين، بندعم مثلا في حملة معينة زي مثلا وقف سدنة القرآن، او اي حملات تانية مثلا بتبقى للأوقاف او للبرامج او كده. طيب مثلا احنا عندنا الموسم القادم هو موسم الحج، هل أنتم مستعدين لشيء أو تخططون لأن تقوموا بأي شيء في موسم الحج؟ أيوة طبعا، إن شاء الله لنا حصريات كتيرة ومميزة لشبكة المجد، منها فواصل العيد لقناة تغريد وسلسلة تعليمية وأفلام توعوية للأطفال، وغير بعد كده إن شاء الله منتجات الأناشيد والمبادرات والحملات الداعمة لشبكة المجد. ما شاء الله. لا لحظة بس أكيد، لا الآن ما شاء الله أنتم تروجون لهذه المسلسلات وهذه الأناشيد وكذا، ولا أنتم تنتجون كذلك؟ في انتاج تنتجون؟ لا احنا بننتج الاناشيد. جميل. الاناشيد والافلام وكذا. ما شاء الله، يعني وصلت مثلا يعني انتقلتم الان من دعم الى انه تنتجون كذلك للشبكه. ما شاء الله. ايوه ان شاء الله. ما شاء الله. بارك الله في جهودكم. شكرا صفيه، وشكرا لك انت، وشكرا لفريق همسه، وشكرا لكل الفرق الداعمه.